حياكم الله مشاهدينا الكرام ومتابعينا في حلقه جديده من برنامجكم مسارات ثقافيه. مسارنا الثقافي لهذا اليوم مميز بتميز ضيفنا وضيفكم في هذا اللقاء، الاستاذ عبد اللطيف الهندال، كاتب وخبير في الاسواق الماليه. حياك الله استاذ عبد اللطيف. الله يحييك، نرحب فيك في برنامج مسارات ثقافيه. يا هلا ومرحبا استاذ عبد اللطيف، نشكرك قبولك هذه الدعوه وتواجدك اليوم معنا في هذا البرنامج. سابق طيب، نروح معك إن شاء الله في هذا التقرير ونرجع إن شاء الله نبتدي في أسئلتنا ومحاورنا. متابعينا، نتابع معكم هذا التقرير. ضيفنا في برنامج مسارات ثقافية الأستاذ عبد اللطيف الهندال، كاتب وخبير في الأسواق المالية. اهتمامه بعالم التداول والأسواق المالية جعله يبدع في مجالات أخرى كإعطاء دورات والبحث والتحري أكثر بهذا المجال، إلى أن قام بإصدار كتاب يتمحور حول التداول والأسواق المالية يحمل عنوان الثيران والدببة، والذي ناقش العديد من الأسرار والخبايا. تابعونا في برنامج مسارات ثقافية مع ضيفنا الأستاذ عبد اللطيف الهندال، كاتب وخبير في الأسواق المالية. عودة لكم مجددا مشاهدينا الكرام ومتابعينا، ونرحب مرة أخرى بضيفنا وضيفكم في هذا المسار الثقافي الأستاذ عبد اللطيف الهندال، كاتب وخبير في الأسواق المالية. بداية أستاذ عبد اللطيف، نتكلم عن موضوع الكتابة ودخولك إلى عالم الكتابة، شلون كانت بدايته؟ بداية أرحب فيكم وأرحب بالمشاهدين الكرام. بالنسبة حق الكتابة، طبعا انا من لما كنت صغير كنت احب القراءه والامور هذه، نعم، لكن لما دخلت مجال التداول لقيت ان هناك فقر في الكتب، خاصه في اللغه العربيه. يعني بالنسبه حق المتداولين العرب، دائما لما يدخلون السوق يواجهون مشكله ان ما في كتب تتكلم عن التداول. نعم. في كتب اجنبيه كثيره، ففي فتره الكورونا، جائحة كورونا وهذا، فكرت أني أنا أنقل خبرتي المتواضعة حق الناس المتداولين علشان يستفيدوا منها. نعم. هذا بالنسبة حق كفكرة. طبعا أنا من زمان كان عندي ميول أني أكتب، وكان عندي يعني فكرة أني أكتب عن الدين، شلون إحنا نقضي على الدين وشلون نستثمر في أموالنا بالنسبة حق ذوي الدخل المحدود والأشخاص اللي الموظفين وهذا، شلون يستثمرون في الأسواق وشلون يستفيدون من رواتبهم بطريقة ذكية. لكن وقفت لأن هناك بعض يعني العقبات اللي واجهتني، منها المصادر. ففكرة الكتاب اللي طرحته في مؤخرا كان عن التداول بشكل عام، لكن طبعا يخدم شريحة معينة في السوق، ما راح يخدم الجميع، وهذا إن شاء الله راح نتكلم عنه يعني في جميل. طيب أستاذ عبد اللطيف، يمكن ذكرت أنت نقاط مهمة جدا، أن الواحد شلون يقضي على الدين. أنا قبل لا أنتقل حق الكتاب وندخل بتفاصيل هذا الكتاب، يعني ودنا لو بعض الشغلات هذه نستفيد منها، يعني هذه الخبرة الكبيرة في السوق والتداول و الثقافة المالية وكذلك التعاملات المالية، أكيد يعني ودنا ناخذ نغرف على قولتهم شوي منها. لو بنقول حق المشاهد الكريم عن هالموضوع هذا بالذات، يعني أنت ما حطيته بكتاب؟ لا، حاليا للحين ما حطيته. أي. لكن كفكرة، يعني اليوم تدري الدين أرهق كثير من الناس. صحيح. اليوم لما نتكلم عن ديون، أتوقع ما في واحد ما عنده دين، حتى لو على قولتهم شيء بسيط يعتبر دين، يعني سواء 100 ولا 200 دينار ولا 300 دينار يعتبر دين. صحيح. هو دائما بالنسبة حق الإنسان البسيط، إذا يبي ياخذها كقاعدة علشان أصير فقير لازم شنو، أو كسلوكي شلون راح يكون دائما
الفلوس اللي أصرفها أكثر من الدخل المالي، فراح أتجه بالنهاية حق الفقر. زين، أما إذا بصير بيوم الأيام غني أو كان عندي فكرة أني بيوم الأيام أبي أحسن وضعي المعيشي، دائما الدخل يكون أكثر من المصروفات. هذه كقاعدة معروفة بالنسبة حق الأشخاص اللي يبي يحلون مشاكلهم المالية. نعم. طبعا الأسر بشكل عام تعاني من الإرهاقات المالية، علشان كذي أنا جت لي الفكرة، وطبعا إحنا عايشين هذا الوضع، جت لي فكرة إن ليش ما يكون هناك كتاب مثلا يوعي الناس، يساعدهم على بعض الحلول اللي ممكن تطلعهم من مأزق الدين. فحطيت بعض النقاط وحطيت يعني بعض الشواهد، واخترت مثلا حقبات معينة وأرقام معينة علشان يكون تبصرة حق القارئ لما يقرأ هذا الكتاب. الكتاب طبعا أنا حبيت أني أقدم هالشيء، وقدمت دورات في مجال قضاء على الدين وهذا، لكن الكتاب مثل ما تقول أن أنا ما لقيت شغفي فيه أكثر من التداول. التداول ليش؟ لأن أنا قاعد أمارسه يوميا، فكان عندي شغف فيه ولقيت فيه نقص، فعلشان كذي بديت قلت أن خلنا نوقف الكتاب هذا اللي هو مال الدين، وأتفرق بس حق التداول في الوقت الحالي. جميل، لكن أتوقع راح ترجع له بعدين. إن شاء الله. فترة. إن شاء الله راح أرجع له، لأن مثل ما قلت إن حاجة زين، والثقافة المالية مجتمعنا خاصة الكتاب للأسف يعني ما قاعد يتطرقون حق هذه النقاط أو هذه الكتب، نوعية من الكتب. نشوف كتب الاستثمار، كتب الثقافة المالية أكثر شيء متجهة يعني تكون مصدرها من الأجانب، مو من الدول العربية أو مجتمعنا. فكل الكتب هذه تكون مترجمة، وبعضها يعني يكون مو واقع بالنسبة حقنا إحنا، شلون نتعامل مع البنوك، شلون نتعامل مع الرواتب، شلون نطلع من مشاكل مالية، شلون نثقف نفسنا، شلون نثقف مثلا الأطفال من لما يكونوا صغار. لازم يكون في لهم ثقافة مالية. نعم. يعني نشوف احنا مثلا مدارس خلينا نقول 12 سنة ندرس علشان تخرج زين، علشان اتوظف، علشان استلم راتب. لما استلم راتب، راتب ضخم زين، انا من كنت صغير انا ما استلمت، ما كان عندي ثقافة مالية. شلون احسب مثلا 1000 دينار؟ شلون اقسمها؟ وين المبلغ اللي احطه ادخار؟ وين المبلغ اللي احطه مثلا حق الاستثمار؟ شنو الادوات الاستثماريه اللي ممكن تفيدني بالمستقبل؟ النسبه اللي تساعدني على اني اعيش مثلا العيشه الامنه المستقره اللي تناسب وضعي الاجتماعي. هذه الاشياء كلها المدارس ما تتطرق لها نهائيا. زين، فلما انت تتخرج ويصير عندك راتب قوي، اول شيء يجيك مثلا خلينا نقول عند الباب، اول شيء تلاقي البنوك، البنوك ناطرينك ان عشان القروض، فتدخل بدوامة القروض. شلون تطلع منها؟ ما راح تقدر تطلع منها الا بصعوبة. يعني قليل من الناس اللي يدش في باب القروض والديون ويقدر يطلع منها، لان نفس الشيء ثقافتنا احنا ثقافة الاستهلاك. بالنسبة للثقافة المجتمعية، كل انسان يحتاج انه يتعلم ابجديات التعامل مع المال. يعني من الصفر، شلون أنا أكتسب المال؟ اكتساب المال عندنا خطأ، وهو أنه بس من الوظيفة. في طرق كثيرة لاكتساب المال، وفي طرق كثيرة لاستثمار هذا المال، وحتى طريقة الإنفاق عندنا دائما تكون على الرغبات أكثر من الحاجات. يعني إحنا عندنا حاجات وعندنا رغبات. أعطيك مثال مثلا في بناء البيوت. زين، نشوف ان مثلا يكون هناك تقليد حق الجيران، مثلا فوق الميزانيه اللي انا مثلا احتاجها حق بيتي وحق حاجاتي، اقوم شنو؟ اقلد غيري، فارهق نفسي في الديون، ادخل في دوامه الديون. فنحتاج علاج، نحتاج علاج من الجذور.
نحتاج علاج من الجذور لهذه المشكلة. وطبعا كأفراد ما نقدر نحلها مهما كان، يعني مثلا تكلمنا أو كتبنا أو قدمنا بحوث، نحتاج المؤسسات الدولة نفسها هي اللي تقوم بهذه المهمة، من وزارة التربية، من دور الإعلامي في وزارة الإعلام هي اللي تؤدي هذا الدور، علشان التوعية تكون كبيرة، وخاصة أن إحنا دخلنا في المديونيات بالنسبة حتى للأجيال القادمة. الأجيال القادمة قاعد يأخذون منا كميراث أفكارنا بخصوص المال والتعامل مع المال وطرق اكتساب المال، وأن الوظيفة شيء مقدس، وهذا طبعا خطأ. كثير من الناس اللي بنوا أعمالهم وبنوا ثروات يعني في العالم وفي الكويت وفي الخليج ما كانوا معتمدين على مثلا الشهادة. الشهادة مهمة، ومهم أني أنا يعني كانطلاقة لي لازم يكون عندي شهادة، خاصة في العصر الحديث. أيام العصر الصناعي والعصر الزراعي انتهى، لكن الحين كبداية كخطوة أولى أحتاج الشهادة علشان أبدي في رسم مستقبلي المالي. جميل، مستمرين معك أستاذ عبد اللطيف في هذا الحوار، ولكن بعد هذا الفاصل متابعينا لا تبعدوا. عودة لكم مجددا مشاهدينا الكرام ومتابعينا، ولازلنا معكم في هذا المسار الثقافي المالي برفقة الأستاذ الكاتب عبد اللطيف الهندال. أستاذ عبد اللطيف، يمكن عشان نختم هذه النقطة، أنا ودي يعني دام تطرقنا حق موضوع الدين والناس تبحث عن يعني مخارج لحل الدين ويحاولون أن ينتهون من هذا الدين والطريقة، اليوم ككاتب كويتي وتعتقد أنك إذا طرحت هذا الكتاب، هل تعتقد أن خلينا نقول القارئ الكويتي أو القارئ في المجتمعات هنا عندنا يثق في الكاتب الكويتي اللي خلينا نقول ابن بيئته واللي ملامس خلينا نقول لواقعه؟ طبعا هي الثقة موجودة، لكن قليل من الناس اللي يقرون الكتب. الحين الأكثر يعتمدون على السوشيال ميديا والأمور هذه. نعم. علشان كذي أنا قلت أن المعني بالنقطة هذه بالتوعية مو الكاتب، مو الفرد كمسؤولية أولى. المسؤولية الأولى تقع على الجهات الرسمية في الدولة، إن كان وزارة التربية وإن كان وزارة الإعلام وحتى البنوك. البنوك يعني هم يتحملون مسؤولية كبيرة في توعية الناس، يعني ما يقومون بدور الإغراء من خلال منتجاتهم اللي يطرحونها في علشان يكتسبون عملاء ويزيدون أرباحهم. ف خلينا نقول يعني بصراحة يورطون الناس في أشياء هم مو قدها من الديون والقروض وهذا. فهو المسؤولية تقع على المجتمع بشكل كامل، ماكو يعني حتى البنوك نفسها إذا يعني اكتسبت عملاء، لكن أنت إذا ضريت المجتمع، ضريت أفراد المجتمع في أشياء، هذه الأمور كلها بالنهاية راح تقع على عاتقك أنت. اللوم راح يكون عليك، الناس تفقد الثقة فيك، العملاء يفقدون الثقة فيك. فالمسؤولية على الجميع، المسؤولية على الجميع، إن كان كاتب، إن كان رب أسرة شلون يوعي عياله. حتى أنت مثلا تقول والله أنا يعني في ناس أنا يسألوني إن مثلا أنا شنو أستفيد الحين مثلا بسن 50 أو 60 أني أتثقف ماليا. استفادتك أنك توعي عيالك لما يطلبون منك المشورة، لما يطلبون منك النصيحة، تعرف شلون ترشدهم، تعرف شلون تبعدهم عن الخطر اللي أنت طحت فيه. فماكو أحد يقدر يتخلى عن مسؤوليته، اليوم الكل مسؤول عن هذه النقطة. جميل. نبي نتكلم عن إصدارك اللي هو الثيران والدببة، أتوقع حسب هذا العنوان. ودي لو ناخذ يعني أنت حط على قولتهم عنوان جزئي بأنه معركة الخوف والجشع في الفوركس. نعم.
خلينا نتكلم عن هذا الكتاب بنبذة عن شنو ممكن تقول عنه. طبعا الكتاب الثيران والدببة كان في البداية فكرة أثناء جائحة كورونا وأثناء الحظر، فأنا قلت أستفيد من وقتي فأقدم خبرة ولو بسيطة حق المتداولين في السوق. طبعا هو يخدم شريحة محددة في السوق، وهو الشريحة اللي داخلة في السوق حاليا مو المبتدئين، لأن في أكثر من شريحة. المبتدئ يحتاج يتعلم أساسيات، يتعلم شنو الفرق بين البورصات، شلون أتداول، شلون أدخل أفتح حساب، شلون أتعلم التداول، شنو أستفيد. هذه تخص المبتدئ. أما المتداول اللي حاليا يقع في مشكلة الاستراتيجية، شنو الاستراتيجية اللي أحتاجها علشان أنجح كمتداول في السوق. فالكتاب الثيران والدببة اختصرت في بعض الاستراتيجيات اللي مثل ما يسمونها استراتيجيات في المدرسة الكلاسيكية، البرايس اكشن اللي هو سلوك السعر، وشلون نستفيد من سلوك السعر. كتاب مختصر، لكن حاول كثر ما أقدر في هذا الكتاب أني أقدم الأدوات الفعالة اللي يحتاجها المتداول الحقيقي اللي في السوق، أو أن متداول يحتاج استراتيجية ناقصته استراتيجية فممكن يستفيد منها. هذا بالنسبة حق الشريحة وبالنسبة حق المحتوى. أما بالنسبة حق تسمية الثيران والدببة، فهذا الثيران والدببة طبعا مصطلح موجود من زمان في وول ستريت، في البورصة الأمريكية، وهو طبعا يعني يشير إلى المعركة. إذا كان هناك معركة أحد أطرافها الثيران، فدائما يكون الضرب من الأسفل إلى الأعلى، فاصطلح على المشترين لأنهم يرفعون السوق، فقالوا عنهم أنهم هم الثيران. والدببة أن دائما الضرب يكون من الأعلى إلى الأسفل، فهم البائعين في السوق، فلأنهم ينزلون السعر من فوق إلى الهبوط، يعني يكون هناك هبوط في السوق. فهذا مصطلح قديم، فأنا يعني اخترته، عجبني الاسم. وغير هذا أنه يخدم المحتوى. بالنسبة حق معركة الخوف والجشع في عالم المال اللي يحرك الإنسان، قرارات الإنسان أو قرارات المتداول في السوق دائما تكون بسبب الخوف أو الجشع. يا أني أكون خايف، زين، فأكون حريص جدا أني ما أخسر وبالتالي راح أخسر، أو أنه شنو يكون عندي جشع كبير أني أبي أرباح كثيرة، ما تعجبني مثلا $1,000 و$5,000، أبي أكثر، أبي أكثر، حتى إذا كان هناك مؤشرات على أن السوق ممكن يتراجع وأخسر الأرباح هذه. لكن طبيعة الإنسان إذا قدر يتحكم، المتداول إذا قدر يتحكم ويكون عنده كنترول في العوامل النفسية هذه، عوامل الطمع والخوف، وعرف هو أكثر نقطة مسيطرة عليه، هل هو الخوف اللي مسيطر عليك أو أن الجشع؟ لأن الناس يختلفون، في ناس اللي يحركهم الطمع فمستعد يجازف بفلوسه كلها علشان شنو؟ يضاعف الأرباح. وفي ناس لا، الخوف هو اللي يسيطر عليه. المتداول اللي يسيطر عليه الخوف تلاقي شنو؟ دائما يفوت فرص بسبب الخوف، انه اخاف ادخل هذه الفرصة واخسر فيها، وبالتالي قاعد يخسر فرص ويخسر بعد في صفقاته. فهي معركة نفسية. المشكلة انه ما في احد يعني يعرف نفسه. يعني انا عن واقع تجربة، لما دخلت السوق عرفت اشياء كثيرة عن نفسي كأنها مراية ما كنت اشوفها، صارت لي الصورة واضحة، عرفت أنا وين نقاط ضعفي. يعني حتى بسلوكي بالبيت، عادات مثلا معينة تأثر في عاداتك في السوق. أعطيك مثال، مثلا الشخص المدخن وعنده وعي أن التدخين مضر بالصحة، ومع هذا يدخن. إذا كنت أنت من هذا النوع ودخلت تداول، راح تشوف أن الفرصة هذه مضرة لك ومع هذا راح تدخلها. ليش؟ لأنها عادة، أنت تعودت الشيء اللي يضرك حتى إذا كان عندك وعي فيه راح شنو تسلك بنفس السلوك.
لأنها صارت عندك عادة في العقل الباطن وعادات الإنسان اليومية. فنفس الشيء عندك انعكاس عاداتك اليومية، تصرفاتك اليومية، شنو تسوي شنو تقول، راح تلاقي نفسك بالتداول راح نفس الأشياء هذه راح تكررها. فالإنسان لازم يفحص نفسه، يعرف نفسه، يعرف شنو الأخطاء، شنو حدوده، شنو إمكانياته، علشان يقدر يدخل في هذا السوق. فهي فعلا معركة بين الخوف والجشع. في يعني مثال أفريقي أعتقد يقولون أن الغزال لما يقعد الصبح أول شيء، أول فكرة له أن لازم أكون أسرع من أسرع أسد علشان ما يأكلني. زين، والأسد يقول لازم أكون أسرع من أبطع غزال عشان أكله. يعني لازم أكون شنو عندي همة بحيث أن الغزال، على الأقل الغزال البطيء أنا أقدر أصيده عشان ما أموت من اليوم. والغزال عكسه يقول لازم أكون سريع، لو أسرع أسد ما يصيدني. فهي كلها شنو؟ خوف وجشع. هذا مثال أفريقي دائما شنو يطرحونه في الأسواق على انعكاس نفسية المتداول في السوق. جميل، مستمرين معاك أستاذ عبد اللطيف في هذا الحوار، ولكن بعد هذا الفاصل متابعينا لا تبعدون. عودة لكم مجددا مشاهدينا الكرام ومتابعينا، ولازلنا معاكم في هذا المسار الثقافي المالي المميز بصحبة الأستاذ عبد اللطيف الهندال. الأستاذ عبد اللطيف، يعني من خلال هذه أو هذا الكتاب شنو حاب توصل حق يعني الناس، الفئة المستهدفة اللي هم المتداولين اللي موجودين الآن في السوق؟ اللي أحب أوصله هي مو رسالة، خلينا نقول إحنا لازم، أنت المتداول لازم تبحث عن جميع الطرق اللي تساعدك في النجاح. نعم. لا تتكبر على المعلومات، لا تكون عندك ثقة في السوق أكثر من لازم، لأن الهدف من دخولك في السوق عندك ثلاث أشياء. أول شيء تقليل المخاطر، كثر ما كان عندك معلومات، كثر ما تعلمت استراتيجيات، كثر ما مارست المهنة أو الحرفة هذه، كثر ما قللت المخاطر. ماكو شيء اسمه ما في مخاطرة، لازم في مخاطرة، ولازم تكون المخاطرة هذه محسوبة. ثاني شيء، أنت تبي تزيد أرباحك، تبي دائما الأرباح أكثر، فنفس الشيء دائما طور من نفسك، دائما الثقة اللي تكون المفرطة، الثقة المفرطة بنفسك راح توديك شنو المهالك، راح تخليك تخسر المكاسب اللي أنت ربحتها. ثالث شغلة يحتاجها كل متداول أنه يعرف نفسه، يعرف إمكانياته. لا يمكن في يوم من الأيام أن في شخص يتغلب على أداء السوق، لا يمكن أن الاتجاه العام أو الموجة العامة تكون صاعدة وأنت تبدش عكس السوق، فمعناتها أنت راح تهلك. وهالكلام هذا ينطبق على جميع الأسواق في العالم، يعني إن كان الفوركس، إن كان العملات الرقمية اللي الحين يعني متداولة بين الناس، إن كان البورصة، الأسهم، البورصة المحلية، جميع البورصات في العالم، إذا ما بأشملها طبعاً، حتى المشاريع، حتى المشاريع القائمة. عندنا ثلاث أشياء نحتاجها: تقليل المخاطر، زيادة المكاسب، وعندنا اللي هو تعرف إمكانياتك أنت كشخص. فالمفروض أنك أنت تتعلم، تقرأ الكتب، تشوف أفكار غيرك، لكن يكون عندك ثقة بنفسك، يكون عندك هدف واضح، تعرف أنت لما تدخل السوق شنو تبي من هالسوق. هل تبي تغامر في فلوسك وحلالك، ولا أنك أنت تبي يكون عندك مصدر دخل جديد؟ هل أنت تبي تصير ثري، أو أنك أنت تبي فقط أنه للتسلية؟ فأنت لازم تعرف شنو تبي علشان تنجح في هذه الأسواق. جميل، يعني تعتقد أن هذه المعلومات اللي موجودة في هذا الكتاب إذا أحد طبقها إلى أي مدى راح تكون النتائج؟ التطبيق الاستراتيجية والمعلومات اللي في هذا الكتاب تعتمد على السوق نفسه، متى تطبقه،
زين، وتعتمد على مدى فهمك للمعلومات. طبعا انا بسطت المعلومات قدر المستطاع، حطيت فيها رسومات توضيحيه، حطيت فيها امثله، خذيناها على طريقه ابواب وهذا بشكل سهل. الكتاب مو كبير، لكن يعني الماده اللي فيه يحتاجها المتداول، لان المتداول يحتاج اداه فعاله. لكن اذا بعطي مثال علشان يكون واضح حق الجميع، النجار لو اعطيه شيء بسيط زي من الادوات راح ينجح. صح. في انه يسوي لي تحفه مثلا، يسوي لي مكتبه، يسوي لي طاوله جميله. لكن اذا شخص مثلا مو بالنجاره، مو داش النجاره، واعطيه مثلا كل ادوات النجاره وافضل ادوات واغلى الادوات، ما راح ينجح يسوي لي كرسي. فنفس الشيء احنا بال الفوركس والتداول في البورصات العالمية المحلية، مهما كانت عندك أدوات وانت مو مطور نفسك، انت ما قاعد يعني تتعب على نفسك، ما راح تستفيد من هذه الأدوات، ما راح تستفيد. الكتاب علشان كذي انا قلت هو مقدم حق شريحة محتاجة هذا الكتاب، الشريحة اللي محتاجة. يعني انا جربت استراتيجيات كثيرة لكن فشلت، جربت نفس الاستراتيجية لكن يمكن أنا مو فاهمة، فراح تحتاج هذا الكتاب. أما الشخص يعني الشرائح الأخرى، ممكن في ناس عندهم خبرة أكثر مني، عندهم مثلا معلومات أكثر مني، زين ممكن أنت تستفيد منهم. فهذا الكتاب، لكن هذا الكتاب مقدم لشريحة معينة. الشريحة هذه مثل ما قلت الشريحة اللي واجه عقبات في السوق، خسر، يبي استراتيجية مجربة ناجحة. الكتاب هذا راح يفيده وراح يخدمه وراح يحقق من خلاله إن شاء الله نتائج أفضل. جميل. إيش كثر خذ منك تقريبا إعداد هذه المعلومات وجمعها؟ طبعا أنا اعتمدت على أول شيء خبرتي في السوق في إعداد هذه المعلومات، لكن مع هذا بما أني أنا قلت لا أحد يتكبر على العلم ولا أحد يكون واثق بنفسه ثقة مفرطة، فهذه معلومات أيضا بحثت عن بالنت وهذا، وشفت الخبراء اللي سبقوني في هذا المجال، أهم خذيت منهم معلومات، صححت عندي معلومات. فالفترة ما كانت طويلة، كانت 4 أشهر تقريبا جمعت المادة كاملة، وبعد ذلك تقدمت حق يعني دار النشر علشان اللي هو طريقة الطرح والإصدار وهذا. جميل. طيب يعني استاذ عبد اللطيف، بكل هالقوتهم وضوح، هل ممكن لهذه الاسواق ان تصنع مليونيريه؟ يعني في البعض يقول لك ان الربح مثلا بالتداول اليومي، مثلا ان انا اشتري سهم على قوتهم وابيعه شوي بربح بسيط، وشغال مضاربات مثل ما يسمونه، انتم تسمونه مضارب، اللي يدش بمبلغ ويطلع اخر اليوم مبلغ. شوف انا بعد خبره سنوات كثيره، يعني من 2013 بدايتي كانت في التداول، عرفت ان في فرق بين المستثمر والمضارب. احنا نبي نصير مليونيريه بالمضاربه، المضاربه ما تسويك مليونيريه في هذه العقليه، عقليه الموظف. شنو يعني اقصد في عقليه الموظف؟ عقليه الموظف يعني شنو؟ كل جهدي وكل وقتي احطه في التداول، وهذا خطا. من الصبح لاخر الليل انا مثلا ماسك اللابتوب ومجابل السوق واسمع الاخبار واشوف الشارتات واحط الخطط واتداول بشكل يومي، هذه ما تسويك مليونير، لان عقليتك عقليه موظف. الموظف المقصود فيه ان كل جهده في الوظيفه، كل جهده في الوظيفه علشان في النهايه ياخذ الراتب. انت اللي قاعد تسوي نفس الشيء، انت قاعد تسوي انك انت تدخل السوق وقاعد تشوف الفرص الزينه، وطبعا مو شرط انك انت كلها تربح فيها، راح تربح وتخسر، لكن تحتاج تغيير العقليه. يعني كواقع المستثمرين هم الفايزين، المضاربين في العالم هم اللي اصبحوا من اصحاب الملايين، هم اللي اصبحوا من يعني الرواد في هذا المجال. كمثال وارن بافيت، يعني من أكبر المستثمرين في العالم في وقتنا الحالي، مستثمر يعتقد في الاستثمار على المدى الطويل،
يشوف السهم، يقيم السهم، بعد ذلك يستثمر فيه. الفترة اللي طافت ارتفع سعر الذهب أيام جائحة كورونا، ارتفع الأرقام قياسية، وارن بافيت ما استثمر في الذهب، ما اشترى الذهب ولا ضارب في الذهب، لكن فكر بطريقة ثانية، قال أنا أشوف الشركة اللي تبحث عن الذهب أستثمر فيها، أستثمر في الشركة اللي تبحث عن الذهب، اللي تنقب عن الذهب. زين، بما أن معدن غالي وثمين، ويعني لا يمكن في يوم من الأيام أن الذهب يوصل إلى مستوى صفر كقيمة. العملات ممكن توصل صفر، مثل ما حدث في أيام حرب ألمانيا، أيام الحرب العالمية الثانية، ألمانيا يعني كان عندهم الفرنك كان بالشارع، الناس قطوا تخلصوا منه بالشارع لأنه ما كان يسوى شيء، وجوده يعني ضرر وجوده أكثر من عدمه. زين، فتخلصوا منه، كانوا يتخلصوا منه بالشارع. فاستثمر وارن بافيت وين؟ في الشركات اللي تبحث وتنقب عن الذهب، لأنه يقولك إن هذه لها مستقبل، هذه استثمار ناجح. المضارب يشوف الفرص اليومية، يبحث عن الفرص، فيبقى في حلقة وفي دوامة وفي خلينا نقول يركض على طول، على طول في ركض، على طول في تعب. زين، نفس المثال اللي عطيتكم يوم ساعة عن المثال الأفريقي. زين، دائما شنو أول يوم يقعد هو يبي يركض أسرع من شنو؟ أسرع من الأسد، والعكس. فدائما في تعب، دائما في حالة نفسية قلقة، الحركة البسيطة اللي في الأسواق، الخبر، أي خبر يأثر في الأسواق المالية هو الوضع المادي عنده يتدهور، المحفظة المالية ممكن يخسر فيها، راح يتردد في قراراته، يخطأ في اتخاذ قرارات كثيرة. فالسوق تقدر، يعني رد على السؤال باختصار، السوق تقدر تصير في مليونير، لكن في شروط، مو كل واحد يقدر يصير في مليونير. ممكن أنت تبدي من الصفر، لكن أول شيء قبل لا تبدي من الصفر بفلوسك، ابدي في نفسك، شوف إمكانياتك، شوف اللي صاروا قبلك، لأن عندنا أمثلة منهم، قلت لك مثلا وارن بافيت، وقبله كان بنيامين جراهام صاحب أشهر كتاب اللي هو المستثمر الذكي. هذا أشهر كتاب في عالم المال، في عالم الاستثمار، خاصة في الأسهم. قدر يتفوق، هو الوحيد اللي قدر يتفوق على السوق، على أداء السوق. إذا كان السوق كانت أرباحه خلينا نقول 20%، فهو كان يحقق أكثر من 20%. كان ظاهرة يعني. لكن شلون بدأ وشلون وصل إلى هذه النتائج؟ بدأ في نفسه، تعب على نفسه في الاستثمار، تفرق للاستثمار بشكل حقيقي، مو بشكل صوري، مو بشكل ترفيهي مثل ما قاعد يصير الحين يعني، أو أني أنا أخذه كمصدر دخل ثاني. إذا تبيه كمصدر دخل ثاني راح تتعب، راح تتعب بين الوظيفة وبين التداول، لأنه يحتاج تركيز، يحتاج مجهود، يحتاج هدف واضح بالنسبة لك. فهذا هو جوابي على هذا السؤال. أجزت، والأمانة يعني أصبت على قولتهم قبل الحقيقة. فعلا الواحد يعني إذا تم يتابع يومي فهو على قولتهم انتقل من وظيفة صباحية لوظيفة ما بعد العصر، يمكن حتى أثناء الصباح. أستاذ عبد اللطيف الهندال، كاتب وخبير في الأسواق المالية، استمتعنا جدا في هذا الحوار معك، وأثريت هذا المسار أمانة، وشكرا لك مرة أخرى. يعطيكم العافية، مشكورين. الله يعافيك، شكرا لك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذا المسار الثقافي المميز، نترككم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.